كيفك هلا؟ كيف بدك يعني يكون؟ بدي اياك تكون بخير يا مان. شوف لما تطلع منهم بعدك حتكون احسن. وانت عن جد بدك يعني احسن؟ راح الشر يا مان بيك، يجينا ناخذ إفاتك مشان الحادث، ممكن تسمحي لنا؟ تفضلوا. بتول؟ أخي سينان، فريد؟ راح الشر؟ شكراً. كيف وضعه هلأ؟ نية مو كانوا خايفين من النزيف، بس صحي من شوي ورجع له وعيه. منيح الحمد لله. شو حكوا الدكاترة؟ في شي خطر على حياته؟ لا ما في الحمد لله، عم يعطي إفادته للشرطة. طيب يا بنتي مين عمل هيك؟ كيف صار؟ ما سمعت أي شي. حضرتك مرته؟ إيه أنا. جوزك قال ما شاف اللي طرقوا بالسيارة. إذا تذكر شي بعدين رجاء اتصلي فينا، بستأذن. شكراً، الله معكم. فريد؟ أكيد كنت خايف علي إنه موت، مشان هيك جيت لهم. جيت لهم مشان وقف جنب بتول ودعم. يعني مو لأنه رح يصير لي شي؟ صار اللي بده يصير، ما في بإيدنا شي نعمله. كنا رح نقول قضاء وقدر، وكنا طلبنا من الميت يسامحنا. شو يسامح يا ابني؟ قديش انتو غريبين يعني حتى هون عم تتخانقوا؟ انت اكيد دافع شي سداء ردة هالبلا. انا لطف كنت متت. مين عمل هيك؟ شفت شي؟ في شي؟ ما شفته اخي. يلا سلامتك. عمي عدنان، اهلين فيك، تعا قرب لهون. شو نحن غربة؟ لا بس ما بدي اعمل زحمة هون. معقول يا روحي؟ ما في حدا غريب، الاثنين ولادك هدول نور عيونك، مو هيك؟ اذا كان في زحمة هون كون انا سببها. كنت بطلع من الغرفة فورا بس للأسف ما بقدر لاني مريض. مبين احسن، بس خوفت عليك كتير. كيف حاسس حالك هلا؟ والله كنت حودع امبارح وانت كنت رح تودع امانة السايس، كأني طلعت من الكفن. لنشوف منيح. راح الشر. تسلم. انا اخر حدا حكى معك بالازادة. شو بدك؟ خير؟ شو صار؟ الشغل عمي عدنا. لا تقلق، مو هي اللي دعست. بعدين ليش بدها تدعسك؟ شو بدها تكون مشكلتها معك؟ على كل حال بتول هون، ما بدي ضايقك اكثر، خليك ترتاح. راح الشر، اذا لزمك اي شيء اتصل فيه. ماشي. فرحت لانكم زرتوا يمان ووقفتوا جنبه يا اولاد. وشو ما كان اللي صار بينكم، انتو كبرتوا سوا مثل الاخوات. في شغلات ما بتصير ولا بتخلص بكلمة لو شو ما صار يا أبي. بتولى حالك إيد أخي أو إيد أبي وبتمسكها. بدي أقول لك، لما هيك إيد بتطعنك بدارك بتوجع كتير. كيف الأمور بخدمة الدنيا؟ أخوك طلبها؟
لا، أمي طلبتها وأنا تفاجأت كمان. كنت بفكر إنه مو جاي. لا تواخذني على اللي صار مبارح المساء. رح نعمل العرس الأسبوع الجاي إذا لنا نصيب. ألف مبروك، فرحت لك كثير. بتمنى من كل قلبي تكونوا مبسوطين سوا يا فريد. شكراً إلك، وأنا بدي من كل قلبي تكون موجود بالعرس لأنك أبي. بلا ما أجي وضايقكم بكل الأحوال، عندكم أب بخجل. بلا ما أجي وخجلكم أكتر. اسمعوا بالله، شوفوا هالزلمة كيف عم يتمسك لنشفق عليه. أخي خلاص. شو يعني خلاص أبني؟ يا ربي دخيلك أنت، روح وخلي إمي تشفق عليك، كيف كنت سامحك. يلا ما في شي لتسامحني، أنا وإمكن عم نتطلق، لهيك اطمنوا.